والإخوان، الذباب الإلكتروني تقاس الهجوم خ الراديو. والإخوان، المعركة ولكتني بالمرصاد. وماذا كان من ريو الإخوان والأخوات إثماثنا الهجوم توقعنا من طرف الذباب الإلكتروني مباشرة الإخوة. والإخوان، دابا اللي كتشوفوا هنا كنستالي دابا لي زوبدات هنا بالهولندية، كيقول كيقلع هنا الفيروسات، كيقلع الفيروسات. دابا كنستالي لي زي بروغرام. أزول، السلام عليكم إثمات سويثمال الإخوان والأخوات. ومشاو مثل مراد نشين غنغذي الجهد، غنغذي الجهد أقش تاكان خانا أقش الخوقة تقر الانستالاسيوني لي بروغراما في تواري أقش قيت قسن داولود قيت كسمار فرضني اقش خو ثاني تا قرش ثاني تا بروغراما يا ثاني تا قد تكس قناش خاض لك في السوفتوير تسمى يوف الفيروس اللي زيدان غدوثين كش قيت قاز داونلود يتعاد تقيا الزود باش ايثمثمغ سويثمثمغ باش وسنو توقيع ميمي تغون تقار راديو يقعد الهجوم ذكي جوما ميمي نقار دقال الهجومات ميمي يثمه وانت قبو التفاعل كيوية مع اللي كيتير البارتاج الطاج دورة ونني وانت تا والو زكي ثماثن غد سوي ثماثن انت تا تزاوم غال البارتاج شوي نورة ونني انقذ خمانايا خميت تافذ بنادم وانت نتفاعل شكاياويا نشنت وانت قار راضي ونقط وغنغذي المكالمة وثينا نغد غنغذي المعركة ثاني سنيت الحمد لله غنغلي زي بروغرام غنغمي زيد غي تحفظ المنايا باش غادي نتقسم دقال المسائل ولكن تاني وادي نبو التفاعلية يثما يا عز أقا إذا نتاتيت الخوما يقارب شمو زين ساعة مكتانش تمكابا ها قوم يا يثما ماشي شان حاجة ها قوم رخو أثن الشعار زي جديد قايت نصطالة تواري ما يا يثما أقش ها تقدوين الجديد ويندوز الجديد مرخو قيمة نغواني تذنقا وي قيمة نغذنقا وش تفان كسمانايا من قرية ثم يعزن انشنتا قلي احتياطي مانايا مانايا نورمال نشني رقوة غاس نتقوى معليك نتبارتج غال بارتج مع بعضياتنا ما كانش الصوت لا كاين الصوت الخوا كاين الصوت يمكن انت ما عندكش الصوت دابا بحال هذا كيقول لك ما كاينش الصوت الدباب الكتروني هذا اش كنقول الاخوان والاخوات اقشوا مثلا اكس النهار فاقش تغن تي كار راديو ناقش خو زماني دنت صباح اقش نتصبح نتكس الفيروس ها من قاو مثلا اكسي نغي مجهد الناق أقشار راديو يا وانيتا يتقاسن الحزازات ما يمي الهجومات وين فقع كلشي باش ما نتواصلوش مع بعضياتنا علاش غداري جاي ثما باش نفهم مرة كما قلت الإخوان والأخوات كنا كنديروا الراديو الأربع والسبت كنديروا الراديو كنديروا المداخلات مع ولاد الشعب مع الريافة كلشي اللي كاين سر كلمات الحق
كنا عندنا المداخله مع واحد الاخ في خطره كل شيء مشى ضربونا بالفيروس. والاشكال اللي تما الاخوان ما كنتفاعلوش مع بعضياتنا بالبارطاج وبالقلوب، بنادم ما كيخسر والو الا يبارطاجي باش كنحفظوا هاد المسائل بالبارطاج وبهذاك القلوب كنحفظوا في المسائل. كضحك اجي نوريلك انت الضحك هنا ما كنضحكوش. سير اخويا سير بحالك وغادي نشعلوا الا كملنا بكري قرا بقى لنا. شوف راقنا على الفيروسات واحد العدد ديال الفيروسات قاتنا خمسة استنى غادي دابا غادي نستارتي كلشي بجديد. كنستارتيو هادشي من جديد. كاين شي كومبيوترات اخرين ما نقدرش نوري لهم، كاين شي مسائل هنا ما نقدرش نوريهم الاخوان. يعني هذا هو الاشكال، ما كنضم اللي كينصر كلمات الحق ما كندعموش بينات بعضياتنا، هذا هو الاشكال الاخوان والاخوات. لو كان كندعموا بالبارطاج وهذيك القلوبان ما نوصلوش لهاد، ما نخليوش هاد المخزن حتى يدير الفيروس والاخر. هنا ما كاينش تفاعل الاخوان، رانا في المعركه الحمد لله حنا قادين بالمسائل ديالنا. كنقول الدباب الالكتروني ديال المخزن او دير راكم غالطين في هذا الشيء، واخا نتوما بالدولات ديالكم والبيكاسوس ديالكم الحمد لله رانا هنا في اوروبا، هذا الشيء قرينا الدومين ديالنا قرينا عليه قرينا، وكاين عاود المجاهد ديالنا اللي كيحفظوا هذا الشيء. ولكن تاني شويه بنادم كما قلت نعاودها بالبارطاج والاخر كيخلي هذا الدباب الالكتروني ما يقدرش يساني. شوف شحال التمارة الاخوان، عاد ما نعرفش شحال راني هنا، عاد راني هنا ها. يعني الاخوان هذا هو الميساج اللي بغيت نقول. انا الى ما حضرتش وا شكرا الاخوان. المهم لوكو 5 غادي نعاود يمكن الراديو كنستنى حتى يسالي هذا الشيء كما كتشوفوا الاخوان راه كيقلع هذاك الشيء وك لي زوبدا وبديت و 88 وحزن كنغدي المعركه. ولكن مع الاسف وين تفعل شي كذا وياه هو خاص البارطاج. البارطاج نقيتي راجل دور مهم صوت سي 88 ايتي راجل دور مهم من غير المهم هي ثلاثه غير تبعنا الراديو اتف هذا نعذر المسائل في نض نتواصلوا كذا وياه ولا بد نكمل خار الراديو نغيث الصمود وما تنغاني ولا بد نكمل ولا بد واخا دابا نكمل 5 الصباح ثوري ثوري عارفي ثوري ثوري خر حق النس ثوري ثوري يا ثمان وعز ما نش نتقص الحساب نتقص كلشي نسيت ما يثمات ما شاء الله مرن وانيش انا اخويا فيصل الزفزافي قش نقيج التمارات تغزقش راجقش سم شحال التمار اذا كيكتا 40 مينوت كنت دار راديو النار ويناث سكنديج الفيروس والتفاعل والو يا ثمان ذوني الاشكال ذني خمي ويتيري التفاعل يتيري تسدي هون باش هذا نغ باش اجدي سك الفيروس باش اجدي سك في مسرين تحية متبادلة الاخوان. المهم الاخوان اللي مشطونين اللي تقطع الراديو تقطع في خطرة اللي قالهم يمكن كاين شي حاجة ولا كاين الهجوم على الراديو، الراديو كان عليه الهجوم. دابا حنايا كنعدلوا المسائل ديالنا كندخلوا لي زي بروغرام والاخوان لو اقسم بالله العظيم ما جينيش الحلف غير هاد لي زي بروغرام اللي كنحفظوا هاد الشيء كنخسروا عليهم زباله ديال الفلوس زباله زباله ديال الفلوس. ايوا المعركه هي هذا. لا لا لوكو 5 ماشي مؤسف مؤسف الاخوان اللي ما كيدعموش وا نيشان ماركو. يعني هذا هو الاشكال، ما كان ندعموش القنوات ديال الاحرار ماشي غير هذا الراديو، نورمال قنوات الاحرار اللي كيوصلوا التوعيه اللي كينصروا كلمه الحق التوعيه للشعب نورمال البارطاج يكون بالملايين توتستراكسو مثلا اكسل نعرف ان شاء الله ما نعذر مليا ولا بد نمصور واخا الاخوان. المهم راه هذا الابديت كيتعاطل شويه
كيتعطل شويه كما كتقولوا. شوف ها 0% دابا عاد ان شاء الله غادي يعدل. ها حنايا كنوصلوا هذا الشيء، هذاك العالم ديال اليوتي ممنوع عنها الخوات ديالي، هذاك العالم ديال اليوتي ممنوع، اسماعيل ساميه ممنوع، ممنوع هذاك العالم ديال اليوتي. المهم 30%، المهم راه كيقلبها الاخوان. قلت غادي نقسم هذا الشيء مع الاخوان والاخوات، ان شاء الله غادي تحل هذا المشكل، وغادي نقدروا نتواصلوا معكم. واحد الفيروس خطر دخلوه، ولكن تاني الحمد لله الحمد لله عندنا لي زي بروغرام المخزن الدباب الالكتروني. كيقول لك زعما هنا ما تطفيش البي سي. باش تشوفوا هنا الاخوان، هاد المواقع التواصل الاجتماعي اللي كيوصل كلمه الحق كيتوشيهم كيتوشيهم. الحمد لله. المهم الاخوان، ان شاء الله غادي نسالي هذا الشيء، غادي نرجعوا في الراديو. كنتمنى يكون واحد البارتاج وماكسيموم، فضلا وليس امرا. المهم الاخوان غادي نقد المسائل ان شاء الله، غادي